ولا مدينة. والآن ما عندهم شيء، الآن هذيكم قرون ماشيين عليها على بعد ساعتين. أمس شفنا الفيديو بتاع المشتركة في الجبل، شفنا الفيديو بتاع المشتركة، الجبل ده من ساعتين، يعني الليلة بكونوا على بعدي كيلومترات بسيطة. ده الموضوع، القصة نحن انتصرنا. في حرامية بيناتنا، في ناس ما عندها أخلاق، في قحاطة بيناتنا بيعملوا الإشاعات دي عشان انت تشيل شنطتك وتمشي، عشان هو تلف في البيت يشيل الدائرة يشيله، عشان يخش يسرقك، عشان يخش ينهبك، عشان يخش يشفشفك، لأنه الجنجويز ذاتهم شغالين شفشفة، ما شغالين ولا عندهم حاجة ولا عندهم جيش ولا عندهم قيادة ولا عندهم فكرة ولا عندهم حاجة. هذيك بدن عملوا فاشنو، نيال عملوا فاشنو، الجنين عملوا فاشنو، زالنجا عملوا فاشنو، ولا أي حاجة شفشفة، ولا في زول قاعد معهم. حتى الفول اللي دخلوها ناس طلعوا منها قاعدين براون، هون ذاتهم طلعوا منها، هون ذاتهم سابوها. يعني ما ناس فكير وناس حكومة وناس احتلينا وناس عنده تامين وعند بكرة خلاب ونسى، دي الناس شفشفة، ناس سرقات، ناس حرامية ما عندهم حاجة. لولا مساعدة ضعاف النفوس الناس دي ما كانوا عملوا العمل ده. تقدمات كبيرة جدا في محاور كثيرة، لكن احنا نقول لك بس تقدمات. اي منطقة في راسك عندك سؤال عنها انا ابشرك بها في سرك، اي منطقة في راسك خدتي ياسي من الذاكرة عندك فيها مشكلة انا اطمنك اقول لك الجيش متقدم. انت في النهاية داير بعدين الدوق يقول لك انتصرنا خلاص. الناس المرحلة دي مرحلة بتاعت جنجويد، المعلومة ده ما يلقى له ومات، بس اللي يلقى الموت قدامه، شفت موت تلقى قدامه. كل المناطق اللي في راسك اطمئن، كل الشغل اللي في راسك اطمئن، الوضع ماشي والوضع تمام والامور طيبة، المعركة ما شرسة، ولا نحن خايفين، ولا الناس اللي عندهم قوة ولا عندهم شيء. تواصلنا مع ناسنا في مدني والله ما في شيء، بس الشفشافة والقحاطة اللابسين كدمون. كل المدن في الجزيرة كذلك، الخرطوم نفس الشيء. تواصلوا معنا مثل ناس يوسف والمايقومة، قال لنا ساقوا وسرن وعوائلن ومشوا بهن، رجعوا ودعوا الناس مع السلامة مع السلامة، نحن راجعين خلاص. أنا بقول لك الحقيقة فاضية، ما في حتى الارتكازات، ما في الارتكازات ولا في أي حاجة. الناس حتى بيجوا شفشافة حرامية ولا مناطق معروف مرتدين سجون، فاقد أخلاقي، فاقد تربة، بتاع مخدرات، بتاع هناي، لكن ما في. تواصلوا معانا أمس في شرق النيل، ما في بيوت كانوا قاعدين فيها مين ليون سنة، يا دوب شالوا وجساقوا وسرن وقالون هيا هيا سرعة سرعة، هذيك البيوت قاعدة بتمشوا تلقوها، شالوا حاجاتهم ومشوا أهلهم. نازل عندهم قوة لمعركة ولا عندهم حاجة؟ المعركة نحن كسبناها وكسبناها، وأنا قلت عليك مليون مرة كسبنا المعركة. والبورسودان دي حتشوف ويفود ويفود، أمس السعودي ليلة الأثيوبي، جنوب سوداني جاي، الوفد المصري حيجي، والروسي حيجي، والدنيا كلها حتجي. ليه؟ لأنك انت جيشك انتصر وثبت والبلد ثبتت، معناته تاني ما في قوة في الأرض بتقدر تزحزح الجيش ده، وكالضابة اللي بيقدر يشن له حارب ضد جيش تاني ما في. الناس شافت الحميتي ده 600 ألف ديل كلهم اتبادوا، ورغم الخيانة ورغم العمالة ورغم أنه مشتري ضباط ومشتري شعب ومشتري ناس ومشتري كل حاجة، لكن الجيش انتصر بالشرف فيه، الجيش انتصر بالطابور الخامس، الجيش انتصر. عشان كده المعركة بالنسبة لك الآن ده حرامية، وده آخر مرحلة من مراحل الميليشيا. واربط لك طوالي قبل ما اجيك لي مناطق سينجا، وهنا اربط لك طوالي بالمرحلة الأخيرة مع مراحل الجنجويد بزيارة أبي أحمد. احنا كلمناك مسوى ولا مسوى، حكينا لك وقلنا لك الزيارة دي ما تفصل لي من الأمارات والقحاطة، ولبسته جاي لابسة بيضة دي حمام السلام، اديك ليها طوالي ده حمام السلام جاي، جاي حمامة بتاع السلام، جاي ملفات أمنية طبعا للمخابرات واضحة من موجود مفضل موجود قاعد وباليمين أول زول، معناته شغل أمني بحت. معناته شنو؟ معناته في قرصياته،
معناته الزول ده تقرص صحتنا احنا ما عارفين. انا شخصيا انا ما عارف، لكن قسم بالله العلي العظيم في قرصة تقرصها، خلي الامارات قالت لا مش ما تمش، خلي القحاطة، خلي اي حاجة، لكن ابي احمد يتقرص. جاي الحق بدري بدري، شجرة بتاعت سلام ونزرع سلام وحب وحنان وبوس، والله ما بتحلك، والله ما بتحلك. ما نحن جرحنا واحنا باعتبار ناس، الاسد الجريح ده صعب، والله صعب. مهما عملت مهما سويت والله في النهاية نحن اسد جريح، حقنا ما بنخليه. الزيارة بتاعته لخصها في ثلاثة حاجات: اللبسة اللابسة دي قلالة برها، الوفد الجاي معه بتاع المخابرات، وهو ذاته أبي أحمد ما ضابط كلية حربية بتاع جيش، ضابط بتاع مخابرات، أبي أحمد ذاته ضابط بتاع مخابرات، ما بتاع كلية حربية ولا لا، مخابرات مسكته لمفضل وبيدينه الاثنين ما ساي. دي رسالة برضو، قاعدة مفضل قدام وفي الصف الأول وباليمين طوالي، دي رسالة قوية. آي لما الناس ياسر عطا كانوا بيتكلموا ونحن يادينا طويلة ما بيقولوها ونسا، ما بيقولوها ونسا وفشخرة، عارفين نفسهم يدينهم طويلة، عارفين نفسهم يدينهم طويلة وواسقين. آي احنا واسقين وعارفين، عشان كده أخذ لي قرصة. احتمال ما في ناس كثيرة ما عارفين احنا بنتكلم في شنو، لكن احنا متأكدين في قرصة حاصلة، ما قرصة دي سمع عضة، احنا بنحتبرها ما قرصة، بنحتبرها عضة. خلته جاي بورسودان كأول رئيس لدولة افريقية، من الناس اللي كانوا بيتهموا الحكومة بالضعف وبيتهموا البرهان بالضعف وانه غير شرعي، وبيتهموا بوقف الطيران واستلام كل الكلام ده، واستقبلوا حميدتي ومثلوا، برغم ده جا منكسر جا مهزوم. دي براءة دخلته لنا كده، احنا انتصار واحنا خالفين رجولنا. خلي الكلام الثاني والمكاتب واللف والدوران ده كله انسى، كده احنا منتصرين، كده احنا منتصرين. ده ما ياهو اللي كان بيقول، وده اللي كان بيسوي، وده اللي كان بيعمل، وده اللي كان بيجيب، وده اللي كان مجتهد في انه يفشل ويدمر الجيش حقنا وننكسر، هذول الان جانا ذليل، جانا خاضع، جانا بناي لابس حمام السلام. ما جاب لنا حمام، جاي لابسه ذات وحمام السلام. عشان كده ده انتصار براه، خدت على الانتصارات الكثيرة، الانتصارات الكثيرة اللي عندك خدت معاده، بالإضافة للانتصار بتاع النائب بتاع وزير الخارجية قال لك جا ملف جدة وما جدة. ده ونس لنا نحن، ده ونس دارين نوقف الحرب واستقرار السودان ونحن. والله لا استقرار سودان ولا جابكم القرصة اللي هناك القوية، جابتكم القرصة الثانية اللي هناك، الواحد مما يقرصوه ويلقى الجحر فيه وما بيجينا جاري. جاي منو؟ جايس الفاكير حيجي الفاكير، وحيجي وفدي مصري يغطي على جية الاسيوبي ده. وفد المصري ما ممرره، اسمح كلامي، شوف الوفد المصري ما بمرره، بيجي مش الاسيوبي يمشي بهنا، الوفد المصري بيجي. الان احنا بقينا قبله كل الناس جايه فيها، بشنو؟ بالجندي السوداني المقاتل في الميدان، بالشهداء، ناس ايوب وناس ياسر وناس لغمان وناس عثمان وناس احمد الفضلابي، خلوا لنا اسم وخلوا لنا شنه ورنه، خلونا الان قبله لكل الدول، بيدل بدم الشهيد، لا بالسياسه، لا بالطلس، لا بالنفاق، لا بالضحكه، لا بالونسه، بالدم. جابوها لنا بالدم الكرامه والعزه، جابوها لنا بالدم، ما جبناها بالمكاتب ولا جبناها بالضحك ولا جبناها باللف والدوران، جابوها لنا ديل. عشان كده نحن انتصرنا. زيارة أبي أحمد الليلة من مين دخلتها ليه طلعتها، ده انتصار. البدور جوا ده احنا ما عندنا فيه علاقة، احنا عندنا في المخرجات اللي بيطلعوا علينا، والمخرجات دي في واحد بتقراها وفي واحد بتشوفها في الميدان. الآن احنا عندنا مفاتيح، المفاتيح دي بتعرفها بعدين، وبيجي اليوم بنتكلم عنها، حكيت حنتكلم عنها، لأنه ده حرب ما حرب سهلة، حرب الكرامة،
حرب الكرامة دي لازم تتفصل تفاصيل تفاصيل تفاصيل. الجاية بتاعته دي انت منتصر وماشي في الطريق الصحيح ولا يشيلك شكك. خطوة كبيرة جدا جدا جدا. وعندك بكرة كمان غمة افريقية. يعني هو جابه هنا عشان يشيل الزيت. حتى في زيت جاي يشيله من البرهان. الغمة الافريقية دي معمولة عشان منه. العريس فيها منو والرئيس فيها منو؟ الرئيس فيها السودان. لو ما جو هنا بورسودان وشالوا الزيت من بورسودان هيمشوا يتكلموا في شنو؟ ما يتصلوا بدمحي وقت قحاطي ما يدقوا لقحاطي تلفون يقول لي والله كده كده ويمشوا ما يجونا. لكن لانه الزيت في بورسودان ابي احمد داري ياخذ له لقطه يشيل لقطه معاه هناك لما يمشي الغمه كاخر زول قابل منه قابل البرهان. البرهان الان كينج اللي بيقابل البرهان ده بيمسك الجو. بكره حتشوف الناس دي كلها قاعده وهو حيتكلم والجو حيكون ماسك الجو. ليه؟ لانه قابل الشغل ده كده بقى اصبح كده نحن منتصرين ورجلنا مرفوعه فوق وراسنا مرفوع فوق افتخر انت سوداني وعندك جيش سوداني موضوع انتهى قفل على كده. نمشي لحاجه مهمه جدا جدا جدا. سنجا لانه سنجا ده يا جماعه بالمناسبه حاجه مش تغيظ. قدر ما حاولنا نبلعها ما تبلعت. قدر ما حاولنا نهضمها ما اتهضمت. قدر ما حاولنا نجيب لنا بيبسي بير اي حاجه ابد تتهضم. لانه الغلط ده لو قعدنا اتفرجنا فيه مناطق كثيره بسبب العملاء والخونه الناس اللي ما بتتحاسب حنضيع البلد. وديل لو كانوا معانا في الدوله اللي قدام برضه حيضرونا. لو ما حسبناهم الليله بعد ما تجد منتصر المفروض نكون عارفينهم كلهم العملاء الخونه اللي حوالينا نشكوه. احنا تكلمنا عن العميد. العميد دي جمعنا عنه معلومات كافية وزوجته ذات الأستاذة جمعنا عنها ما خلينا عشان ما نجي نتكلم كلام فاضي. لما انت تطلع أولادك بعد عيد الضحية وتقول لهم اطلعوا البلد يتجدد وزوجتك ذاته تمشي تكلم المعلمين تقول لهم احنا طالعين زوجي قال البلد يتجدد معناته انت عميل وخاين. معناته انت عميل وانت خاين. العميد معناته انت عميل وانت خاين. لما زوجتك تطلع تقول للمعلمين كده وتسفرهم برا